تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان. الذي يريد أن يسعد بالخيرات ويحصلها ويعيش في بحبوحة من عيش في الدنيا تورثه رضا في الآخرة، هذا شيء لا يكسبه الإنسان بالكسل، بالتواني، بالتراخي، بأن يكون هلهلا، هذا شيء لا بد فيه من الأخذ بالقوة. وهذا كما قال ابن الوردي في لاميته: ما أبعد الخير على أهل الكسل. ولهذا تفهمون لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. وأنه يستعيذ بالله، يلتجئ إلى الله، كأن الكسل هذا عدو مبين بين العداوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ملجأ منه إلا إلى ربه، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل قاتل، ولا يدرك به طالب خير خيرا. فذلك يقول لكم إياك الحرص، شمير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمتنافس تنافس هذا لا يكون إلا بالجد والقوة والحرص، هذا محل الحرص، لا ما كان يتكلم عنه هو في الحرص على المال والدنيا. ربنا سبحانه يقول عندما تكلم عن شؤون الآخرة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وعندما تكلم عن شؤون الدنيا: فامشوا في مناكبها. هذه مشي فقط، تلك مسارعة، عكسنا، صرنا نسارع في هذه، وأحسننا حالا يمشي مشيا إلى تلك. والله المستعان.